بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عمرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وسرنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. أهلا ومرحبا بكم أحبابي طلاب الصف العاشر مدرسة الفارابي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحصة السابقة وفي الدرس السابق من وحدة العقيدة الإسلامية، وبإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث اليوم في وحدة جديدة من وحدات الكتاب، ألا وهي وحدة القضايا الفقهية. في هذه الوحدة بإذن الله سبحانه وتعالى سنناقش بعض القضايا المعاصرة التي يعيشها المجتمع ونرى حكم الإسلام بها، ونرى يعني بعض الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بها. بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث اليوم في هذه الوحدة أو من هذه الوحدة درس بعنوان شبكات التواصل الاجتماعي. في البداية ننوه على أن شبكات التواصل الاجتماعي من أبرز وأهم ما توصل إليه البشر في العصر الحديث. وشبكات التواصل الاجتماعي هي تلك المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت التي تتيح للأفراد الاتصال مع بعضهم البعض. وقد أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي نقلة كبيرة نوعية في عالم الاتصالات ونقل المعلومات، حيث صار بمقدور كافة الناس استخدام هذه الشبكات بطريقة سهلة وبشكل مستمر في أي مكان وفي أي وقت. إذن أصبحت واقعا نعيش في حياتنا اليومية، وتزداد معدلات مستخدميها بين مختلف الفئات العمرية. لذلك نريد أن نعرف ما هي شبكات التواصل الاجتماعي، ما هو مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي. هي منظومة المواقع والتطبيقات المتاحة على شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. مرة ثانية، هي منظومة المواقع والتطبيقات المتاحة على شبكة المعلومات الإنترنت، والتي تشكل بيئة افتراضية يستعملها الناس من أجل التواصل والتفاعل مع بعضهم بعضا باستخدام بالحاسوب أو الهواتف. هذا هو مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي. ننتقل بعد ذلك إلى آثار شبكة التواصل. آثار شبكات التواصل الاجتماعي، أولا نريد أن نبين أن الإسلام ديننا العظيم دين تواصل بامتياز. فقد قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواصل شفويا، كان أيضا يتواصل كتابيا صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم للإسلام. فشبكات التواصل الاجتماعي انتشرت بشكل كبير جدا في جميع أنحاء العالم، وأصبحت جزءا مهما في حياة الآخرين. وبناء على ذلك يتوقف حكم الإسلام فيها من حيث الاستعمال، وهو ما نريد أن نبينه. ما حكم الإسلام في تلك الشبكات؟
شبكات التواصل الاجتماعي يتوقف حكمها من حيث أو حكمها من حيث الاستعمال، فإن كان استعمالها فيما فيه منفعة للآخرين فهو مباح، بل وحث الإسلام عليه، فهو له من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في الضرر بالناس أو بالفرد أو بالمجتمع كان له من الإثم ما له. إذن يتوقف حكم أثار شبكات التواصل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية على استعمالها، إن كان استعمالها وفق يعني منفعة الآخرين أو الخير لهم فهذا أمر مباح، وفيه كمان أيضا من الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما إذا استعملته فيما يضر الآخرين فهذا فيه إثم من الله سبحانه وتعالى، فهذا يتوقف على نيتك ورغباتك وطموح. ويترتب على ذلك بعض الآثار السلبية والإيجابية نظرا للحلال والحرام، فإن كان حلالا فهي إيجابية وإن كان حراما فهي سلبية. نتعرف أولا على هذه الآثار السلبية حتى لا نقع بها أو فيها. أولا قبل أن نتطرق إليها نفكر جيدا، عدد الآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي. منا من يقول أنها تضيع الوقت، ومنا مثلا من يقول أنها تمنعني عن التواصل مع أسرتي، ومنا من يقول أيضا أنها مثلا يعني تمنعني عن أداء عبادتي، تضيع كثير من وقتي، صلة رحمي، قراءة القرآن، أشياء كثيرة جدا أو سلبيات كثيرة جدا لشبكات التواصل الاجتماعي. أولا حسب الكتاب عندكم إضعاف الحياة الاجتماعية، فشبكات التواصل الاجتماعي تؤدي إلى ضعف الحياة الاجتماعية، فيصبح كل شخص مشغولا بحياته الإفرادية ولا يهمه الأسرة وما يدور بها، قد أيضا لا يلتقي أصلا بالأسرة إلا في بعض المناسبات أو الأوقات المعينة. يبقى أولا من هذه الآثار إضعاف الحياة الاجتماعية. ثانيا الابتزاز الإلكتروني يهدد الناس، يصبح يهدد الناس بفتح سرهم من أجل الحصول على مكاسب مادية أو معنوية، إما يحصل على مثلا رتبة في الوظيفة أو يحصل على ما، فيقوم بتهديدهم بأنه سيفشي سرهم أو يفضحهم بين الناس، فهذا الأمر حرمته الشريعة الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى هذا أمر منهي عنه في الشريعة الإسلامية. يبقى أولا تضعف الحياة الاجتماعية، ثانيا الابتزاز الإلكتروني يعني تهديد الناس بفضحهم وإفشاء سرهم، ثالثا بث الإشاعات الكذب، استغلال هذه الشبكات لبث الإشاعات ورمي الآخرين بتهم قد ينتج عنها الكثير من المشاكل، بل قطع الأرحام، سفك الدماء، إراقة الدماء، هذا كله من بث الإشاعات دون التأكد منها ورمي الآخرين بالتهم. فالأخبار التي تبث في هذه الوسائط تنتشر بسرعة وتجد من يصدقه، لكن من أخلاقيات المسلم أنه يتأكد منها، وهذا ما يتنافى مع ما ذكرنا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى بث الإشاعات أيضا من الأمور السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي. أيضا الإدمان وتضييع الوقت، فلا يكون الإدمان فقط في تناول بعض المسكرات، إنما يكون أيضا في استخدام هذه الشبكات بشكل كبير وتضييع الوقت عليها، فقد يؤثر هذا على مسيرة الفرد الحياتية وإنجازاته،
وفعالياته مع المجتمع الذي يعيش فيه. إذن هذا أيضا أو هذه أيضا من الأمور أو الأثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي، الإدمان وتضييع الوقت. خامسا، مشاكل صحية أنت لا تعرف أو لست مدركا بأن الجلوس بكثرة على الحاسوب أو الهاتف أو الجوال مالك يسبب لك الكثير من المشاكل الصحية، إما في العمود الفقري أو الرقبة مالك أو الأجهزة الحسية الدماغية أو على البصر، فهذه كلها مشاكل صحية. وهذا ما حرمه أيضا الإسلام، هذا تعرض للنفس بالأذى ونهانا عنه الله سبحانه وتعالى. إذن هناك الكثير جدا من الآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي، علينا الانتباه منها، إذا كانت مفيدة فلها بعض السلبيات، فكما أن لها بعض السلبيات فلها أيضا بعض الإيجابيات. من هذه الإيجابيات أولا القدرة على التواصل مع الآخرين بسهولة. أصبح الحين اللي أخويا اللي مسافر في بلد أو صديق اللي أنا مش عارف أوصل له الحين من أيام الدراسة وأريد أن أتواصل معه، بتواصل معه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، إما برسالة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أيضا. فهي جعلت هذه الشبكات جعلت التواصل بين الأفراد بسهولة جدا في جميع أنحاء العالم. ثانيا البقاء على اطلاع على جميع الأخبار والأحداث العالمية، من غير بقى حضرتك ما تشتري صحيفة ولا جريدة ولا شيء، بتطلع على جميع العالم كله من خلال الجوال مالك أو الحاسوب مالك. ثالثا تمنح مواقع التواصل الاجتماعي فرصة لأصحاب الأعمال في تسويقهم، وإحنا عارفين طبعا جدا التجارة الإلكترونية وهذا أمر مباح إذ لم يخل بشروط التجارة، وده إن شاء الله هنتكلم عليه في الفترة المقبلة. تمنح مواقع التواصل الاجتماعي فرصة لأصحاب الأعمال في تسويق منتجاتهم وتوسيع أعمالهم عبر استخدام هذه المواقع. أيضا أزالت الشبكات الاجتماعية جميع عوائق التواصل والتفاعل، بحيث يمكن للمرء أن ينقل رؤيته وأفكاره حول مجموعة متنوعة من المواضيع. حضرتك تحب أو تناقش موضوع معين فبتطرحه على الملأ أمام الناس وتتناقش، وهذا أصبح لا تحتاج إلى كتاب ونشر وطبع وما إلى ذلك، أصبح الموضوع بسيطا جدا. هذه أثار إيجابية رائعة نستطيع أن نستفيد منها، وغيرها الكثير جدا من الأثار الإيجابية لشبكات التواصل الاجتماعي. إذن رسالة إليك أيها الحبيب الغالي، أولا لابد أن تتحمل المسؤولية عن كل ما تسمع وترى، فلا تنقل وتبث الإشاعات دون التأكد منها. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا لا تؤذي نفسك بسماع أو رؤية ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثانيا تتجنب إذاء الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيضا استفد من هذه الشبكات في طلب العلم، ثمر وقتك فيما يعود عليك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك بالنفع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تحمل المسؤولية، تجنب إيذاء الناس، استفد من هذه الشبكات في طلب العلم. أيضا احترم الملكية الفكرية للآخرين، احترم وجهة نظر الناس فلا تعتدي عليهم. أيضا تثبت مما تبثه من شورى شخصية أو محادثات صوتية مسجلة قد تستخدم ضدك فيما بعد. انتبه إلى ما تقرأ أو تسمع من أخبار، ولا تبث شيئا قبل التثبت منه. هذا ما يجب عليك أن تتنبه إليه جيدا. فكما في هذه الشبكات نعمة من الله سبحانه وتعالى، ففيها أيضا من النقمات الكثير، فعلينا تحمل المسؤولية لأننا كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى.
إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.